حكيت مع صاحبتي المغربية خدت منها وصفة غريبة السميد عشان المغرب رح تلعب اليوم وإن شاء الله يفوزوا. 2 بيض ونحط عليهم فانيلا، بعدين بنحط عليهم رشة ملح ونص كوب سكر وبنخفقهم منيح. بنضيف عليهم ماء الزهر أو ماء الورد، هم بحطوا ماء ورد. بنضيف كوب طحين وبنحرك. بنضيف كمان نص كوب جوز هند. هلا بنضيف السميد، نحن بنقدر نقدر قديش بنحتاج، انا حطيت كوب. بنحط نص كوب زبدة وبنحركهم مع بعض يعني زي البس، بعدين نتركهم على جنب لمدة 10 دقائق لثلث ساعة لحد ما تتشكل عنا عجين والسميد يشرب منيح. بنشكلهم زي ما انتو شايفين وملتهم بجوز الهند، وبعدين بنحط لهم حبة لوز على الوجه. بندخلهم على الفرن وبنخبزهم على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة لنتأكد كمان انه صاروا من تحت حلوين ومحمشين. بنرشهم بشوية جوز هند ومنقدمهم. من كل قلبي بتمنى الفوز للمغرب.